أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. توقعت لجنة الطاقة النيابية أن تعاني موازنة 2020 عجزا كبيرا بسبب عملية تثبيت الدرجات الوظيفية وارتفاع نسبة الموازنة التشغيلية. وقال عضو اللجنة صادق السليطي أن الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع سعر النفط ستكون كافية فقط لسد العجز في الموازنة، وأضاف أنه لا يعتقد أن تكون هناك موازنة تكميلية. وبيّن صادق السليطي أن أصل الموازنة أعد على عجز يبلغ نحو 24 تريليون دينار، في حين أن الموازنة الاستثمارية تصل إلى 28 تريليون دينار. لذلك فإن أغلبها سيعتمد على الوفرة المالية المتحققة من النفط. أكدت لجنة المالية النيابية أن انخفاض سعر بيع برميل النفط سيدفع الحكومة في العراق للاقتراض الخارجي خلال إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2020. وقال عضو اللجنة حنين القدو إن انخفاض سعر بيع برميل النفط دون 50 دولار سيدفع الحكومة في العراق نحو الاقتراض الخارجي لمعالجة العجز المتوقع، لافتا إلى أن الحكومة لازالت مصرة على اعتماد سعر بيع برميل النفط 56 دولارا ضمن موازنة 2020. وأضاف حنين قدو أن اعتماد سعر 56 دولارا سيضع البلاد أمام أزمة مالية خطيرة في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا. أكد القيادي في تحالف سائرون علاء الربيعي وجود شخصيات سياسية شريكة لشبكات الاتصالات يوقعون عقودا مقابل رشا. قال علاء الربيعي أن شركات الاتصالات في ذمتها مبالغ طائلة تصل إلى مئات الملايين كان من المفترض أن تسدد للحكومة في بغداد ولم تسددها. وتابع أن تلك الشركات تتعمد السرقة من المواطن نتيجة فشل الجهات الرقابية في متابعة عملها، مضيفا أن بعض الوزارات أطفأت بعض ديونها بطرق ملتوية وبتواطؤ من قبل شخصيات متنفذة مقابل مبالغ مالية كبيرة. قالت هيئة الجمارك إنها عادت شحنة بطاطا وخمس حاويات زيوت محركات و24 طنا من الأدوات الاحتياطية في البصرة لمخالفتها الشروط. أشارت الهيئة أنه تم إعادة إصدار إرسالية بطاطا بحمولة تقارب 15 طنا في مركز جمرك المنظورية الحدودي لكونها مصابة بآفة زراعية بحسب تقرير شعبة الحجر الزراعي في المنفذ. وأضافت الهيئة أن مركز جمرك بوابة البصرة قام هو الآخر بإعادة إصدار شحنة زيوت محركات محملة داخل خمس حاويات لعدم وجود أوراق رسمية لها. دعت اللجنة الزراعية البرلمانية إلى زيادة الاستثمار الزراعي في التمور المنتجة محليا. وقالت اللجنة إن خطط وزارة الزراعة لم تصل حتى الآن إلى المستهدف من زيادة عدد النخيل عبر إنشاء محطات متخصصة بهذا المجال في أغلب المحافظات، مبينة أن وزارة التجارة لا تقوم باستثمار أصناف التمور العراقية وهي 629 صنفا كما يجب وبما يصب في مصلحة البلاد. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعزيز التوجه ودعمه لدى أصحاب المزارع والمستثمرين لاعتماد الأصناف التجارية وإنشاء بساتين نخيل تعتمد التقنية الحديثة واستخدام التكنولوجيا والمكننة العالمية في هذا المجال. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.